تتبعوا موقع لوماتان سبور في غيداك سبور. البداية وطنيا مع فريق الرجاء الرياضي اللي غيواجه اليوم فريق هلال القدس الفلسطيني برسم ذهب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لكن المدرب باتريس كارتيرون قرر إراحة اللاعبين اللي شاركوا السبت الماضي مع المنتخب المحلي بالجزائر، وذلك بسبب تأخر وصول الطائرة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. ودائما مع الفريق الأخضر اللي أعلن عن تأهيل اللاعب مالونغو بتوصله برخصة مؤقتة من الاتحاد الدولي للفيفا للمشاركة في قادم المباريات. أولها غادي تكون مباراة الرجاء ضد هلال القدس الفلسطيني، فيما الشكوك ما زالت كتحوم حول مشاركة الدولي الليبي سند الورفلي. وإلى المباريات اللي غادي يحتضنها مركب محمد الخامس في ظرف 48 ساعة فقط، وكيتعلق الأمر بمباراة الرجاء الرياضي ضد هلال القدس الفلسطيني اليوم، وغدا الثلاثاء مباراة الوداد الرياضي والجيش الملكي برسم الدور 16 من كأس العرش. ونبقاو دائما مع الفريق الأحمر اللي غادي يشهد عودة اللاعب صلاح الدين السعيدي في مباراة الوداد والجيش الملكي، وذلك بعد الإصابة اللي كان تعرض لها واللي بعدات لمدة 4 أسابيع عن الميادين، فيما لازلت مشاركة أيوب الكعبي غير رسمية في انتظار تأكيدها من طرف الطبيب. وإلى محترفينا المغاربة، إذ نفى اللاعب نور الدين أمرابط الإشاعات الصادرة في حقه واللي كتفيد بطلبه زيادة في راتبه الشهري، وغرد في تويتر قائلا: تقدير للنصر جماهير ومجلس إدارة، من كل قلبي أقول أني أسعد وأتشرف باللاعب للنصر ولو دون مقابل، ولا نحتاج بعد الله إلا دعمكم. دوليا، قال مدرب النادي الملكي زين الدين زيدان عقب فوز الريال بهدف 0 على إشبيليا أن الأهم هو كسب 3 نقاط إضافة إلى قوة الشخصية واتحاد اللاعبين، خصوصا على ملعب صعب مثل ملعب إشبيليا. ونبقاو مع الدوريات الأوروبية دائما، وهذه المرة مع الليغ 1 اللي للمرة الثانية البرازيلي نيمار كيمنح فيها الفوز لباريس سان جيرمان الفرنسي على حساب ليون، وقال المدرب توخيل أن الفوز مستحق وأن الفريق سيطر كليا على المباراة رغم الإصابات اللي كيعاني منها أبرزها مبابي وكافاني. وأخيرا إلى الدوري الهولندي اللي عرف تعادل كل من أجاكس أمستردام وبي إس في أيندهوفن بهدف الهدف في مباراة عرفات مشاركة الدولي المغربي حكيم زياش وكذلك إحتارين من جهة أيندهوفن، مع استمرار غياب اللاعب مزراوي بسبب الإصابة، إذ كيقتسم كل من الفريقين صدارة الترتيب ب 14 نقطة. خبرنا لهذا النهار الثلاث، نتلاقاو غدا مع أخبار جديدة. السلام عليكم.